هذا المنظر ما تكلمت أنا فيه إلا وعيني أزرفت من الدموع والقلب يدمي. هذه قرية بالكامل قرفتها السيول ولم يبق لها إلا هذا الآثر. على أطلال الدمار لقرية تهامية جرفتها مياه السيول والأمطار الغزيرة، يقف الناس حيارى من هول الصدمة، فلا يعرفون من مات منهم ولا يعرفون من نجا، ولا حول لهم ولا قوة سوى دعواتهم الحزينة. السيول الكبيرة اجتاحت الأودية على طول السهل التهامي ودمرت القرى والديار وقطعت الطرق وجرفت كل ما كان في مسارها، مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، كما تسببت في تشرد الآلاف من الأسر التي باتت بلا بيت وبلا مأوى. لا وجود لإحصائيات دقيقة عن تلك المأساة الدامية، إذ أن الميليشيات الحوثية تتجاهل الكارثة في المديريات الواقعة تحت سيطرتها، ويرون أنفسهم أكبر من أن يحزنوا على تهامة، وأكبر من أن يتحركوا لإنقاذ الآلاف من أبنائها العالقين في بطون الأودية المتدفقة سيولها. هذه تهامة التي احتسل الحوثيون عرق أبنائها وأكلوا خيرات ترابها، تركوها وحيدة تغرق وتموت في أحزانها. وفي سلطة الحوثيين لا مكان لتهامة ولأحزانها، ولا مكان لليمن بكلها. هذه القرية أصبحت منكوبة، والمزارع أصبحت منكوبة،